أهلاً وسهلاً بيكم من جديد في آخر النهار. الليلة الحلقة تقيلة تقيلة تقيلة، لأنه الليلة عندنا كتير من الأخبار الجيدة والمفرحة، وخالد وأنا بنمسي على سعادة الوزير الدكتور خالد العناني وزير الآثار. أهلاً وسهلاً ومرحباً يا فندم. أهلاً بحضرتك عمرو بيه وخالد بيه، وشرف لي أكون ضيفكم النهاردة. أهلاً يا فندم. إحنا أولاً مبروك الكشف، لأن إحنا لسه كنا بنقول في الإنترو إنه الكشف ده مميز لسببين، انه في لوحات شكلها يعني نادره كده وجميله والوانها جميله، حتى شكينا في الالوان قلنا ايه ده، هم محسنين الصوره ويلعبوا فوتوشوب في الصور. والتاني انها على ايد مصريين. كلمنا عن كشف ابو دراع ده النهارده واهميته. دراع ابو النجا، مش دراع ابو النجا. امبارح ما كانش كشف، امبارح كان كشف وافتتاح مشروع من سنه 61 في الدير البحري، لكن من كتر الزخم الاعلاني ما توجه للكشف الساعه 11 جم كلهم يغطوا الساعه 2 وكالات الانباء العالميه، لانه كشف علميا مهم قوي هرجع له في الدير البحري في معبد الملكه حتشبسوت. امبارح كان يوم مميز جدا، 9 ديسمبر 2017 الاول الكشف، ثالث كشف في خلال 8 شهور تؤمي بعثه اثريه مصريه من ولاد الوزراء، بيترأسها دكتور مصطفى وزيري اللي هو الامين العام حاليا لمجلس اعلى الاثار. أول إعلان كنت في الزيارة في بداية السنة وقالوا لي تعالى هنوريك بوادر ظهور مقبرة، وبدأوا فعلا يشتغلوا وبدأوا يطلعوا آثار، واخترنا 18 أبريل يوم التراث العالمي عشان نعلن الكشف عن أول مقبرة في درع أبو النجا لقيناها أبهرت العالم. بعديها بخمسة أشهر يوم 9 سبتمبر أعلننا عن مقبرة تانية. امبارح 9 ديسمبر أعلننا عن إعادة كشف مقبرة كنا عارفين إنها موجودة الجزء الخارجي منها، لكن دخلوا بقى حفروا البير لقوا بقى الموميا اللي حضرتك بتتكلم عليها، لقوا الهياكل العظمية، لقوا الأساس الجنائزي، لقوا مقبرة تانية كنا عارفين مجرد رقمها على الهواء. الموميا بالشكل دي في المقبرة الأولانية، المنطقة دراع أبو النجا دي منطقة جنب الدير البحري في غرب الأقصر. دي ده أجزاء من التابوت الملون اللي احنا لقيناه، لقينا أجزاء مذهبة، قناع ذهبي، قناع مذهب، لقينا أرجل كراسي، لقينا دي الهياكل العظمية اللي كنا بنتكلم عليها، لقينا أكتر من 400 تمثال من تماثيل الخدم الصغيرة اللي هي تماثيل الأشابتي اللي هي دي اللي بتخدم المتوفى في العالم الآخر. لقينا تماثيل، لقينا أقنعة زي ما حضرتك شايفين ألوانها زاهية جدا. احنا مستغربين من الألوان. ده ستايل، ده غالبا ده أسرة 18، احنا بنتكلم في القرن ال 15 قبل الميلاد، يعني ده عمره 3500 سنة اللي احنا شايفينه. لقينا عدد كبير من الفخار، وأنا بوجه التحية للعمال اللي بجلاليب بيشتغلوا في الآثار وبيفرحونا. منظر امبارح حضرتك، احنا مش عارف في صورة جت ولا لأ، صورة الإعلام. يعني قلت للمكتب عندي صوروا الاعلام، مش صوروا بقى كمان المقبره بس. مفيش دوله، مفيش وكاله انباء عالميه ما كانتش موجوده امبارح. احنا النهارده نزلنا ادي المقبره، المنظر الرائع. للاسف حائط واحد اللي موجود. المتوفى هو وزوجته بيتلقوا قرابين من شخص التايتل بيقول ان هو اخوه. وتحت في لقب تاني غالبا ان هو كان مسؤول مدير مخازن. هو اللي بيقدم القرابين وغالبا اسرته موجوده تحت. ده منظر من المقبره الاولانيه. اطعام بعض الحيوانات، الالوان زاهيه جدا، دي عمرها ما يقرب من 3500 سنه من النهارده. دي المومياء مره تانيه. بعد ما عملنا الكشف ده تواجد 140 اعلامي وصحفي ومراسل مصري واجنبي. امبارح كان في حوالي 150 اثري اجنبي ورؤساء، شايفين اصداء كتيره جدا في كل بلاد العالم. النهارده في البي بي سي، في اليورو نيوز، في سي ان ان، العالم كله بيتكلم عليها. الساعه كويس ان العالم يشوفنا برضه مش في ايه، مش في مشاهد الحزن والاسى. هو ده، ويشوف يعني هذه الحضاره وهي عماله تكشف عن نفسها اول باول. الحمد لله ان الاخبار كلها جايه يعني دفعه، يعني الاخبار يعني هنا بقى الاخبار الطيبه لا تاتي فرادى ايضا. فاحنا بنتكلم اهو ادي على الهوا اهو، ادي ردود الفعل في الاعلام العالمي. فحضرتك لما تكون الامور مكتشفه بهذا الشكل، احنا بنتكلم عن غنى وثروه رهيبه تحت الارض غير اللي موجوده فوق الارض. وحضرتك بنتكلم بنقول انه في مجهودات ذاتيه، في بعوث يعني فرق استكشاف بتاتي من الخارج اعتمدنا عليها كتير جدا. الفلوس بقى بتعملوا فيها ايه؟ اصل احنا بنتكلم في شيء حاططنا ايجابيا في الدنيا كلها. لو عمرو طبعا يقصد انه بي ار ما ينفعش، انه ليه بقى احنا انت بتشكي دايما من الفلوس وانك ما عندكش موازنه وان حتى الوزاره صعبه. يعني الوزاره اللي بتتحكم في كل هذه الاثار معهاش فلوس. الوزاره
اللي تقدر بأقل عمل إيجابي فيها تخلي العالم كله يبص لك بشكل إيجابي. مظبوط. حضرتك عشان تنزل النهاردة الصبح على في كل بي بي سي سي ان ان يورو نيوز خبر أول حاجة تدفع لها فلوس كتير قوي طبعا. النهاردة كل ده ببلاش. كل ده والله ولو جايب شركة علاقات عامة ما هتعرف تعمل لك ده. حضرتك مقبرة فاكر تونا الجبل مومياوات لما جت فاكرين توم كروز وفاكرين كل العالم طبعا. لما اتكلم على مين علينا الاثار حضرتك انا هزيد هضيف لفظ واحد على كام حاجه التفرد اتكلمت على الغنى والثراء والتنوع والتفرد مفيش دوله في العالم قادره تطلع كشف كل شهر هك 2017 هو عام فعلا الجميع بيسأل عالم الاكتشافات الاثارين نفسهم امبارح بيسالونا يعني فرحانين كلهم الاثارين في العالم كله ان احنا كل شهر بنعلن عن كشف اثري ضخم الحمد لله على فكره امبارح الساعه 2 الظهر احنا افتتحنا لاول مره مقصوره امون رع اللي هي قدس الاقداس ملكه حتشبسوت في الدير البحري ده علميا حاجه هامه جدا ده اللي هو كان الاكس على محور معبد امون رع في الكرنك بالظبط كان البر الغربي والبر الشرقي قصاد بعض بالظبط اول مره يتفتح من سنه 1961 قدس الاقداس قدس الاقداس بالوان رائعه لدرجه امبارح قالوا لي احنا ما ينفعش ندخل السياح جوه فقلت لهم طب احنا هندخل السياح لجزء معين ثم هنقفل وهندخل 15 سايح بس بحيث انهم يقدروا ان هم يدخلوا.